والسب رح يعكس بالنهاية لو مش بالوقت الآني إذا أولادك صغار بس يكبروا ضرب وشتم. أنت بتضربه بتستقوي عليه، هو بروح المدرسة بضرب اللي أصغر منه وبيستقوي عليه. كل نهارك بتسب على أمهم، بتم يتجوزوا يسبوا على مرتهم. شو بيشوفوا منك بيعملوا ضربك ومدة إيدك على كل صغيرة وكبيرة، هذا رح يسرع بخرب بيتك مش مصلحتك. عمره الضرب محل مشكلة لا جوا بيت ولا برا. ممكن يخاف منك وهو صغير لأنك رح تضربه وتوجعه، بس هو مقتنع إنه اللي عمله غلط. لا، هو خايف منك تضربه وتوجعه، مش عارف إنه هو عم بنضرب عشان هذا الإشي اللي عمله غلط. قعد احكي معه حوار إنساني طبيعي، شوف الأخذ والعطاء وين ممكن يوصلك. كل شيء بينحل بالكلمة الحلوة وبالتفاهم.